بتتعلم بصيحتهم وحبهم ليه، اللي هو يعني اكبر شيء الواحد طلع وهيطلع منه بكرة وحب الناس ليه. طب بتقول الكرة، ماذا تعني كرة القدم للكابتن مسعد نور؟ كرة القدم بالنسبة لمسعد نور أعطتني كل شيء. بالنسبة لمسعد نور أعطتني الحب، طبعا حب اللي بيحب اللي ربنا بيحبه وبيحب فيه خلقه، فده مثل قائم يعني. فأنا بعتبر إن ده أكبر شيء طلعت بيه من كرة القدم. منتخب مصر ظلم مسعد نور، تعقيبك؟ هو في الفعل أنا انظلمت في مباراة المغرب اللي كانت مقيمة على المباراة الثانية، كانت مقيمة على استاد القاهرة، لأن أنا فضلت معاهم فترة المعسكر على أساس بعيد عن الصورة. فوجئت في ليلة المباراة بإشراكي، وإشراكي في مركز غير مركزي، فكانت النتيجة إن أنا ما أديتش المطلوب مني، لأن ده كان حاجة خارجة عن إرادتي، والنتيجة جت معاكسة بالنسبة للفريق القومي وخرجنا من الدورة، فعلقوا الشمال. وبيبقى في نفس الوقت الموهبة مقابل تثقيل، يعني برضه تدريب وتكتيك بالنسبة للمدرب، وعمل شغل في الملعب. في النهاية بأسره انما بينط عليه كويس يعني، وبيقدر يستغلها لانه بيضرب بيلعب هيدرز كويس جدا. يعني ده معنى ان الهداف بالراس مش معنى طول او قصر، دي موهبة زي اعتقد كالياجين في كيجن ايوه انجلترا برضه، بالرغم من قصر قامته لكن مع ذلك ان هو هداف بالراس بيصنع من اي كره بتيجي على راسه بيترجمها باهداف يعني. طيب الضربات الثابته برضه يا كابتن، الفاولات اللي هي بيعتبرها ضربات ثابته على خط 18 دي بتعتبر يعني 90% بيحرزوا منها الاهداف، ودي بترجع برضه لموهبه اللاعب اللي بيصوب على المرمى. نقدر نقول هل هناك فرق بين مسعد نور اللاعب النجم ومسعد نور الانسان؟ مفيش شك، مفيش اختلاف ما بين الاثنين، لان زي ما قلت لحضرتك انا تربعت يعني النادي المصري وخدت حب جماهير من الكوره، فعشت بحب الناس سواء لاعب كرة او خارج لوس انجلوس بعد دورة طوكيو 64، يعني غيبة ايام حسن الشاذلي ومصطفى رياض مثلا الشوط الثاني. ايه اللي عجبك اكتر وايه اللي ما عجبكش؟ من وجهة نظر بقى انت تخصص بقى ومع التربية، يعني الرياضة علم عندك مش فهلوة. لا يعني هقول لحضرتك حاجة، هو يمكن الصحف كلها يعني كتبت وقالت ان الشوط الثاني كان اقوى من الشوط الاول. هو فعلا يعني في كذا حاجة يعني ممكن الواحد يذكرها، ما فيش شك ان الخطيب لعيب ما حدش ينكر موهبته ومهاراته، ما فيش شك. اجوان كتير لا يمكن معلش يمكن اللي بره بيحكم غير اللاعب نفسه، لان بتبقى شعوره غير شعور الراجل المتفرج، فهو كان بوده انه يجيب اجوان، انما برضه الفضل في تدريبك وفي نشاتك يعني، ويعني بصماته ظهوري بقى. هو انا بدات في نادي بورفؤاد، نادي بورفؤاد واحد انديه الدرجه الثانيه، بدأت مع مدرب كان ماسك الناشئين وعلى ما أذكر اسمه كابتن جابر موسى، والكابتن عوض عبد الرحمن، وده لاعب النادي الإسماعيلي السابق. بدأت على إيديهم، كنت شاب عادي زي أي شاب. سن كام سنة؟ كان عندي 12 سنة تقريبا. فنشأت على إيدين المدربين اللي ذكرت أسمائهم دول، وقدروا هم يصقلوني، واخذت منهم يعني مرحله النشء دي لغايه ما ترعرعت وانتقلت لنادي الزمالك، اهداف جميله جدا الواحد اتفرج عليها، وبرضه من بعض الزملاء محليا برضه. زي مين كده؟ يعني انا شفت هدف لزكريا ناصف، يعني كان جايبها من بره 18 وبزاويه يصعب على حارس المرمى انه يصدها. كان يعني هدف كان جميل صحيح، ما فيش شك يعني. ما هي المباراه او ما هو الهدف اللي كان سبب في شهره كابتن مسعد نور؟
هو زي ما قلت لحضرتك هم هدفين، هدف نادي الاهلي هنا في بورسعيد سنة كام؟ سنة 75، وكان الهدف ده هو هدف الفوز، كان في سابق البطل. هو بالنسبة لي بصراحة كان يعني هو بالنسبة لمستواي على مدى السنتين بالظبط، انا مش يعني معاكي في الرأي بتاع حضرتك، بس ده كان خارج عن إرادتي، بحيث ان انا اصبت، لعنة الاصابة جت لي يعني، وعلى ضوءها سافرت لندن واجريت عملية الحمد لله يعني. الحمد لله وشكر لله، وجيت بدأت معاهم في السيزون اللي احنا فيه دون يعني كويس الحمد لله. الوزن كم كيلو؟ انا وزني 76 كيلو. ده المفروض يعني الوزن الطبيعي لطولك مثلا؟ لا انا برضو طولي 76، بس انا المفروض 179. بس انا المفروض يعني كل ما السن بيكبر يبقى الوزن اقل. ده خلينا نسالك سنك كم سنه؟ سني 32 سنه. طب ماذا يعني الزواج للكابتن مسعد نور؟ الزواج مش لمسعد، مسعد نور ماذا تعني هذه الاشياء اليك؟ منطقه الجزاء، منطقه الجزاء بدايه الهدف. ضربات الرأس، ضربات الرأس موهبة بالنسبة للعب برضه، مش أي يعني واحد يلعب ضربة رأس. يعني برضه تذكرنا بأبطال مسعد نور، ماذا تعني هذه الأشياء إليك؟ منطقة الجزاء، منطقة الجزاء بداية الهدف. ضربات الرأس، ضربات الرأس موهبة بالنسبة للعب برضه، مش أي يعني واحد يلعب ضربة رأس. يعني برضه تذكرنا بأبطال غرور. لا أبدا، مفيش حد بيحب نفسه أكتر ما يعني ما بيحب حد تاني برضه. وقلنا شكلنا أحسن خط هجومي يمثل المصري، تقول إيه يا كابتن مسعد نور؟ أقول إن في يعني مجموعة كويسة جدا، يعني على سبيل المثال في جمال جودة الجناح الأيمن، في ممدوح إبراهيم ده بدون مسعد نور. وإينو أخباره إيه؟ إينو بيلعب في خط الوسط في الهافات يعني. بس لما نقول جمال جودة نفتكر على طول نتذكر إينو معاه. لا ما فيش شك، ماتشات في تعاون يعني. ده بالنسبة لإينو بيلعب في خط النص، هو وطارق سليمان والأشاحي.